محاولة العبور بطريقة غير شرعية إلى التراب الإسباني تتكاثر خلال هذه الفترة. أمس عند النقطة الحدودية بمدينة مليليا قرابة 70 مرشحا للهجرة السرية من جنسيات مختلفة أغلبهم من دول ما جنوب الصحراء من أصل 150 حاولوا عبور النقطة الحدودية عنوة إلى الثغر المحتل. روبورتاج وعد العزوزي وعبد العليم كوي. مدينة مليليا المحتلة قبلة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، لا يفصلهم عنها سوى هذا السياج الأمني المحادي لمدينة الناظور. محاولات متكررة لاجتياز هذا الحاجز آخرها كان أمس عندما حاول حوالي 70 مهاجر اقتحامه. الحظ لم يحالف الجميع وفي كل محاولة يصاب عدد منهم. لقد كان الأمر صعبا للغاية. مشينا على الأقدام مسافة طويلة ووصلنا إلى السياج متعبين جدا. البعض حمل أمتعته إلى هناك. الأمر صعب وشاق لذلك لم يحالفنا الحظ. أما هذه الأرملة فتقول إنها جاءت إلى المغرب هربا من جحيم الحرب في بلدها، لكنها لم تتمكن من العبور إلى مليليا المحتلة لأنها مرافقة بأطفالها الأربعة وتعيش اليوم أيامها بغابات غوروغو. لا أستطيع تسلق السياج مع أطفالي، لدي أربعة أطفال صغار. ابنتي البكر لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، أما الأخ يتراوح سنهم ما بين 5 و4 وسنتين 2. فاش كيشوفوا الأمر كيتهربوا منه. دابا الحل الوحيد اللي عندهم هو يتهجموا. الهجوم 100 واحد يصدقوا 20 30 داخلين. هذا هو الحل اللي كان، باش يدخلوا ما يمكنش يدخلوا، عندهم الصعوبة. والصعوبة تكمن في إيجاد حل لمشكل الهجرة غير النظامية، فمحاولات التسلل عبر هذا السياج العالي ستظل أحد خيارات هؤلاء المهاجرين للعبور إلى أوروبا، لكنهم لا يعلمون أين